كنظن الازمه ماشي ولي يلا تخلقات هذه سنتين والازمه وغدا كتفاقم. كنتمنى من الله ان هذا الشيء يوقف اقرب وقت ممكن، لان غادي يكون عنده دي سيكيل دي كونسيكونس غراف بور لو رجاء بور لو بوبليك دو رجاء. انت خدمتي مع بوطريقه ومع سبان، شكون السبب في نظرك؟ لا ما كنقدرش السبب انا نحكم على راسي وعلى عملي، ما شكون السبب. أهل مكة أدرى بشعابها، كنظن أن الرجويين عندهم فكرة على كل واحد وكل واحد أش عطى لهذا النادي. خنتم إحداث كاف برو التدريب، كاين بعض المدربين قالوا بأن الشروط مزيانة، وكاين بعض المدربين الآخرين قالوا بأن الشروط غير ملائمة لينا حنا. بمعنى الشروط؟ 5 سنين في الممارسة، 200 مقابلة. ما كنظن ان هذا شروط اللي دارت من الفيدراسيون، ولا سيما لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال اللي خدات هذه الشروط باش تبدا، لان في كنظن كاين واحد 80 مدرب اللي عندهم لا ليسونس ا، ف ونيفو د لا كاف ما غادي يقبلوا ما قبلوش لهم اكثر من 20 اللي غادي يدوزوا لا بروميير بروموسيون اللي غتكون سي لا بروميير بروموسيون ونيفو د لافريكا. حيت اول خطره البرو الكاف برو الكاف ا برو اول خطره غدار غتبدا بالمغرب، وحنا محظوظين اننا حنا نكونوا الاولين في هذه الفئه اللي داروا. مي كيف ما كان الحال ولا بدا خص لي كريتيري داروا باش يمكن يكونوا 20 واحد، سينو 80 واحد ما كنظنش انها غتكون ممكنه. تعثرات ما كاينش تعثرات كبيره، كاين كنظن النتيجه اللي ما رضاش على الجمهور ولا الاداء تا هو النتيجه ديال ضد الفريق الموريتاني، ولكن كنظن ان اللاعبين الى استرجعوا اللاعبين ديالهم الاساسيين الرجاء عندهم من الامكانيات باش يمشيو يجيبوا نتيجه ايجابيه من موريتانيا. الرجاء البيضاء ما عمر مدرب هو اللي كيختار واش يرجع ولا ما يرجعش، سي اون فونكسيون ديال 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 لي ديريجون، سو سون لي ديريجون هما اللي كيمشيو يجيبوا مدرب ولا كيتعاقدوا مع مدرب. دونك سي سون لي هذا السؤال على اي مدرب تقدر تحطه على على اسمه، مي جامي مدرب كيختار هو الفرقه اللي بغا. مازال تكون سيليباتير تختار المراه اللي بغيتي، كتمشي تدق عليها فين ما بغيتي، انت اللي عندك خصك تختار. مي بور ان كلوب سي لو كلوب اللي كيختارك. تدريب الفريق هذا مسؤوليه ديال 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 المسؤولين، لان المسؤولين هما اللي كياخذوا القرار واش يجيبوا مدرب واش يقيلوه واش يخليوه. كنظن انا مسؤوليه بوكو بليس، سون دي كيستيون اللي يمكن يجاوبك عليهم اكثر مسؤول اكثر ما كيجاوبك عليهم مدرب. مي او نيفو دي ريزولتا الحمد لله افيك تو لي بروبليم اللي كانوا في الرجاء اون بو ديكروشي لا تروازيام بلاس، والان حنا كنلعبوا لا كاف وكانت من احسن الاداء اللي كاين في الفرق الوطنيه، كانت الرجاء اللي كتقدم عروض جيده، ولو كان السيوله الماليه والامور في اتجاه صحيح فكان عندنا حظوظ كثيره باش نكونوا حنا الفريق الرجاء والبطل. لا كنظن علاش ردوا الاعتبار، كان ديما عنده اعتبار الاطار الوطني ودائما كانوا كيديروا لي ريزولتا الاطر الوطنيه، فما كنظنش ان فهذه امور عاديه ومفخره اننا عندنا اطر من الشكل ديال عموته وسلامين اللي داو القاب افريقيا، فما يمكن الاطر المغربيه الا يكونوا فخورين، ماشي ولا المغاربه اون جينيرال، لان ولادهم هما اللي داو هادشي. حنا ما غنديروش بحال كما تيقولوا القبله كتفرحي بولاد الاخرين، حنا نفرحوا بولادنا. واش يعني واش
لا كاين عده الانديه ملي سالات لا سيزون اللي فات، ولكن انا خطره كناخذ واحد القيس ديال الراحه اللي اولا كنعيش شويه مع 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 وليداتي ومع عائلتي، لان كتعرف ان هذه المهنه صعيبه وصعيبه جدا، وكتخدم 24 24 باش 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 ترضي دوك الجماهير وترضي هذوك المسؤولين اللي عليك، وتعاون ما امكن هذوك اللاعبين، لان القوت اليومي ديالهم من الكره، وخص قد ما طول في هذيك المهنه ودار دي ريزولتا قد ما غادي امن مستقبله. ف كتحيد الكاسكيطه هذيك ديال المدرب وكدير كاسكيطه بوكو بلوس ديال الاب وديال الاخ وديال دونك سي تري تري امبورطون. دونك خطره كتاخذ واحد القيس ديال الراحه اللي كتنفس فيه لا ريجينيراسيون، ومن بعد ملي كتبدا لا سيزون تي شوازي تون ايكيب اون فونكسيون دي بروجي اللي غادي واش يوالمك ولا لا، وكتوكل على الله. كاينين من البطوله وكاينين من الخارج، مي ما انا ما كنتسرعش، كنفضل نبرك عام ولا نختار نادي اللي من بعد ثلاث شهور ولا اربع شهور ما نولي نادم علاش طلعت ليه. الدوري اللي تاخذ فيه ولا البروجي؟ لا كنظن اي دوري كيف ما كان الحال عير يكون المشروع كي هو المني ويكون يمكن حقه يعني غياليزابل. الا ما كانش هذاك البروجي وهذوك لي زوبجيكتيف غياليزابل، انا ما كنهضرش على الماديات هما الاولين، الماديات كنبقاو هما الاخرين. كنهضر دابو على ان بروجي، اشنو هو البروجي ديال المسؤول، اشنو هما لي موان كي فوا ميتخ باش سو لو بلون فينونسي لهذا البروجي، اشنو هما لي زوبجيكتيف اللي بغا يوصل ليهم، وتنقول لهم ها اللي خصك باش يمكن لك توصل لهذا الشيء. الا اتفقنا على هذا الشيء عاد كندوزو للشق المالي. اما حنا لا، انا الاغلبيه كنقلبوا الامور، كنهضروا على المال، ومن بعد ملي غنهضروا على الشق ديال لي زوبجيكتيف اتاندغ لو بروجي ما مفاهمينش وعلاش هضرنا على الفلوس. دونك سي دابور لو بروجي ومن بعد ندوزو للشق المالي. فين وصلت القضيه ديالك؟ الطاس الطاس كاين شي جديد فيها؟ لا الطاس نهار يكون جديد راه يعرفوا كل شيء. ميرسي.